مرحبا بكم من جديد. نرجع على المستجدات الوطنية ومشروع قانون يخص الجمعيات، مشروع قانون جديد مثير للجدل بين موافق ليه وبين معارض ليه. هذاك علاش باش تكون حاضرة معنا فاطمة المسدي النائبة بمجلس نواب الشعب. مساء النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة. تقرير لأمنة السليتي ونشرع في النقاش. مراقبة التحويلات المالية الواردة من الخارج للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني هو طلب سبق وأكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته لمقر البنك المركزي. وأشار رئيس الجمهورية أن هناك بعض جمعيات المجتمع المدني تشكل امتداد لأحزاب سياسية تنتفع بالأموال الممولة من الخارج بطرق ملتوية. هذا الطلب جل مؤخرا في مشروع قانون جديد للجمعيات معروف على مجلس النواب. ويتضمن مشروع القانون 26 فصل ويهدف إلى تنظيم العمل الجمعياتي في تونس. مشروع قانون الجمعيات الجديد أثار عديد ردود الأفعال، منها منظمة العفو الدولية اللي دعت نواب البرلمان إلى الامتناع عن المصادقة على هذا المشروع اللي يحتوي على تقييدات شديدة ويهدد استمرارية عمل منظمات المجتمع المدني وفق تعبيرها، فيما اعتبرت بعض الجمعيات الأخرى أنه لابد من المراقبة، خاصة أنه بعض الجمعيات تورطت في شبهة طبيب أموال وتمويل الإرهاب، لكن دون الحد من حرية عمل المجتمع المدني. قوانين تحترم الذات البشرية، تحترم التونسي، تحترم حرية المواطنة. احنا كدافعية ضريبة كيفيه، معناتها مجموعة من الأفكار اللي لازمها تتبلور في المجتمع المدني تعطيه الحرية. من حقها الدولة تراقب بصفة معقولة، لكن ليس انها معناتها خنق او هرس. خلال العشر سنوات الماضية تجاوز عدد الجمعيات 24,000. يواجه العديد منها شبهات إرهابية وتبييض أموال، وتحمل مسؤوليتها المرسوم عدد 88. وبين مؤيد ومعارض لمشروع القانون الجديد للجمعيات تطرح عديد الفرضيات، أبرزها في صورة إقرار هذا القانون، هل سينجح في تنظيم العمل الجمعياتي في تونس أم سيكون تقييدا له؟ السيدة النائبة فاطمة المسدي، مرحبا بك من جديد. خلينا نفهم أكثر منك، شكون اللي طارحوا مشروع القانون الجديد؟ وقتاش باش تعدى للمناقشة؟ شنو اللي تحط فيه أبرز المقترحات ومؤاخذتكم أيضا حتى على المرسوم 88؟ قبل كل شيء نحب نأكد أنه خلال العشرية الفارتة شفنا العديد والعديد من الأشياء اللي هي نتمنى أنه ما تتكررش. شفنا أنه فما اختراق لأمن الدولة، شفنا جمعيات ساهمت حتى في تسفير الشباب، شفنا أنه جمعيات قامت بتبييض الأموال، وجمعيات دعمت أحزاب سياسية من أجل أنه يصير معناها تدخل في الشأن السياسي، وخاصة أنه فما ارتباطات مع دول أجنبية. شفنا العديد والعديد، شفنا حتى محمد الزويري تم اغتياله هوني معناتها في صفاقس، والأمن معناها ما نعرفش وينه في ذلك الوقت، معناها الحكومة الكل كيفاش وصل معناها الموساد يعمل لينفذ جريمة من نوع هذية إذا كان ما فماش اختراقات، إذا كان ما فماش شكون سهله وشكون وصله. وهذا الكل كان صاير بطريقة معناها أتخافيغ الناس نشطاء يسميوا روحهم نشطاء في المجتمع المدني، جمعيات مشبوهة كما شفتوا في التقرير فوق ال 24,000 جمعية. ونقول لك أنا على في المجتمع المدني ممكن عشرات الجمعيات اللي هما ناشطة، والأخرين الكل ما نسمعوا بهم كان في الوراق، على الوراق ما فماش معناها ما نعرفوش، ينجموا يكونوا جمعيات وهمية، ينجموا يكونوا جمعيات متاع تبييض الإرهاب كما قال السيد الرئيس، وبرشا حاجات أخرين. نحبوا هالعشرية هذية نسكروها. جينا نشوفوا علاش احنا معناها لقينا هالوضعية هذه الكل، هو وجود ثغرات في مرسوم 88 سنة 2011. يعني المرسوم 88 سنة 2011 فيه ثغرات قانونية استغلوها الجمعيات من أجل أنهم معناها يتلقوا أموال أجنبية وينجموا يقوموا بنشاطاتهم بدون مراقبة، وليت معناها إسهال جمعياتي كبير. به احنا توا حان الوقت أنه نطويو هالعشرية هذية وننظموا الحياة الجمعياتية في تونس، وهذا هو الهدف متاع المشروع قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات اللي قدموه مجموعة من نواب الغير منتمين للكتل وين على رأسهم. المهم أني حبيت نقول أنه هالمشروع هذية تقدم
يقدم للجنة الحقوق والحريات للنظر فيه إن شاء الله بعد ما نوفيو من مشروع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. يعني احنا قلنا من ندرسوا حتى مشروع إلا ما نعديه مشروع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو اللي عنده أولوية النظر. دايوغ المشروع هذا وجدال اللي قام حوله وتأجيل الجلسة ومن ثم إقرارها يوم 2 نوفمبر، كيفاش تبعته النائبة فاطمة المسدي؟ وإحنا قبيلة فسرنا رئيس مجلس النواب وكان حتى زاد أصحاب المبادرة أو عضو من كتلة الكتلة الوطني واسمه معاش خط الوطني السيادي فوالا يوسف ترشون دخل معنا، يعني زوز وجهات نظر. انت شخصيا كيفاش تبعته؟ انا والله كنت نتوقع الحقيقه التاجيل هذايا، على خاطر شوف انا بما اني عضوه في لجنه حقوق الحريات كنت في كل جلسه نطالب انه يتم الاستماع الى وزير الخارجيه وممثلين على رئاسه الجمهوريه ووزيره العدل كان الزم، لانه فما عقوبات سلبه للحريه وهذا ما صارش الحقيقة. وما بالنسبة لي أنا نشوفه أنه خطير برشا أنه قانون يتعدى ما غير ما نستمعوا إلى مسؤولين في الدولة، معناها مش النواب الكل نجموا يكونوا بهذه القدرة الكبيرة أنه ينتبهوا لكل التفاصيل، يلزم فما مؤسسات تقوم بالتعاون ولفت النظر كل واحد في مجال. هذيك علاش شديت صحيح على اساس انه يتم الاستماعات، لكن ما نعرفش شنو اللي صار بالضبط، انه فما بعض المراسلات ما وصلتش في وقتها ولا وصلت مخر برشا، انه خلى بعض الوزراء يعتذروا ما ينجموش يجيوا لل في هذه مثلا السيده النائبه لجنه الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب راسلت مثلا وزاره الخارجيه التونسيه يوم واحد قبل استدعاهم، بعثوا لهم اليوم وقالوا لهم تجيونا غدوه، قالوا لهم احنا راهو عندنا التزاماتنا وعندنا جوندا وعندنا اعمال وعندنا كذا، مش معقول معناتها. بالضبط. من بين الحاجات في تفاعل معك. بالضبط هو اللي صار، انه معناها احنا عندي مده وانا نقول لازمنا نراسلوا، وفما شكون وصل انه المراسلات وصلت، هو فما لخبطه شويه، ناس ماشي في بالهم لجنه الحقوق والحريات هي بيدها لجنه العلاقات الخارجيه، خاطر لجنه العلاقات الخارجيه راسلتهم ماهيش نفسها، احنا توا اللي زوز لجان كثر ربي في الخير. دونك معناها تلخبطه عند وزاره الخارجيه، تتخيل معناها نفس اللجنه وهي مش نفس اللجنه، حاسلوا هذا مساله تقنيه بحته ما عندها حتى تقنية. كانت هما هكا ما كانوش نظموا الجمعيات. لا لا انا نحكي اذا كان هذا قانون واضح فيه اربع ولا خمس سبع نقاط لا لا مش مساله قانون سبع فصول وزاره الخارجيه لجنه الحقوق والحريات علاش عديتوا للجلسه؟ نحكي على مساله التقنيه على مساله المراسلات اي راسلنا وما جاش الجواب، علاش حددنا نهار الاثنين وبعد ناجلوا واللي فيها ان واحد يقول ضغوطات من اللوبيات الاخر يقول يظل لي ما فهمتنيش انه وزاره الخارجيه ما كانش عندها علم اللي فما زوز لجان ماشي في بالها لجنة العلاقات الخارجية هي بيدها لجنة الحقوق والحريات، خاطر قبل كانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. كانت لجنة واحدة. دونك كي جاتها مراسلة في معناتها بحكاية العلاقات الخارجية، مشى في بالها أنه معناها نفس المراسلة على المهم هذه لخبطة صغيرة، ماك تعرفوا نظام سياسي جديد ومجلس جديد وبرلمان جديد ودستور جديد، يعني شوية هكا لخبطة في مسائل تقنية. وتفريخ اللجان علاش بالله سيدي؟ شنو هي الفلسفة معناتها؟ والله هو تعرف شي هو صار معناها نوع متاع زربة حتى في النظام الداخلي باش نزربوه باش نبداو نخدمه باش ما نعطلوش مصالح الشعب، ووقت زربنا شوية في النظام الداخلي كانت فما نوع متاع انه يقول لك احنا مش جينا برشا ترسانه متاع قوانين، دونك نقسموا اللجان باش فيسع فيسع، خاطر قعدنا عام ونص بلاش برلمان، باش فيسع فيسع نحركوا الخدمه. يا اخي فوجئنا من بعد ما عملنا النظام الداخلي وكل شيء ما قاوش قوانين، ما جينا شيء، ما الحكومه جابت لنا بعض القروض وكهو، معناها لقينا روحنا بلا حد شيء. في الاخر صار انه البرلمان هذا قال احنا معناها ناويين نعملوا ثوره تشريعيه، ناويين انه نصلحوا البلاد اذا كان الحكومه ما جابتناش القوانين نحن نقدوا وحدنا. وهيك اللي صار انه مبادره تشريعيه كيما تجريم التطبيع وكيما الجمعيات وكيما خرجوا من عند النواب، رغم اللي مشروع قانون كيما الجمعيات نسمعوا به من هيك العام في عند معناها مشروع في الحكومه ما جانا شيء، معناها احنا شنو نعملوا به مشروع في الحكومه اذا كان هو في الرفوف ما جاش لمجلس النواب. دونك تحملنا مسؤوليتنا واحنا عندنا كلنا ثقه في رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه معناها نمشيو في تناغم معه، كي قال رئيس الجمهوريه انه معناها التطبيع خيانه عظمى
مشينا في نفس التوجه اللي احنا نتكاملوا ما بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. في تدقيق راه سيد النائب، خاطر الرئيس راه لا يعترف اصلا بمصطلح اسمه تطبيع، وما فماش في القاموس السياسي نتاعو اصلا، هو يعتبر انه كل تعامل مع الكيان الصهيوني او الاعتراف به هو خيانة عظمى. بالضبط، هو تطبيع ولا اعتراف ولا تعامل، احنا بالنسبة لنا هالمشروع هذايا لا ما يفهم مشكلة على مستوى المفاهيم والمصطلحات. هالمشروع هذايا باش يطرح المفاهيم الكل، المشروع يلزم نقاش. اي بالضبط، المشروع هذايا صار فيه نقاش على المفاهيم هذايا الكل، والنقاش هذايا تمنيته انه تكون وزارة الخارجية ولا ممثلين رئاسة الجمهورية معانا، لكن ما حدثش. ان شاء الله كل تأخيرة في أخيرة، لعل انه التأني شوية ونرجعوا الاستماعات تكون يكون قانوني مثل دولة تونسية بكل تفاصيله. فعلا مدام فاطمة تو قلت انكم عندكم ثقة كبيرة في رئاسة الجمهورية، وانا ما نعرفش هل هي ثقة من جانب واحد ام هي ثقة متبادلة، لانه هذه اللي قاعد صاير عدم رد وتفاعل رئاسة الجمهورية مع مشروع بمثل هذه الخطورة، وكذلك وزارة سيادية في حجم وزارة الخارجية، ونحن نتحدث عن قانون له علاقة وثيقة بالأمن القومي التونسي. أنا نعتبره حلقة أخرى من حلقات فتور العلاقة بين مؤسسة رئيس الجمهورية ومؤسسة البرلمان، وهذا ما عادش نجمه نتجاهلوه أو نتغافلوا عليه. رئيس الدولة لم تطأ قدماه البرلمان منذ جلسته الافتتاحية، هذا البرلمان لم تدخله السيدة نجلة بودن رئيس الحكومة السابق، هذا البرلمان لم يدخله رئيس الحكومة الحالي، هذا البرلمان وعلى حد قولك لم يتلقى مشاريع قوانين من قبل الحكومة أو رئاسة الجمهورية، فانطلقتم للتعويل على أنفسكم وبدأتم بقانونين يعني بدرجة كبيرة من الأهمية، قانون الجمعيات وقانون تجريم التطبيع. يعني أن رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ما يتفاعلوش مع هكذا معناها تحرك من قبلكم، واضح أنه ربما فما اختلاف في وجهات النظر حول ربما هذا التوقيت، حول ربما أنه رئاسة الجمهورية ترى أن مواقف رئيس الدولة ما ضمنه في دستور 22 تقريبا يصبح كافي ليكون التطبيع مسألة محرمة في تونس ومجرمة في تونس. دونك أنا نحب نعرف حسب رأيك أنت، هل مقنع ادعاء الوزارة الخارجية بأنه هي لم تتجاوب فقط لأنه المراسلة وصلت متأخرة؟ إذا كان ذلك كذلك فبماذا نبرر عدم تجاوب رئيس الدولة معناها في مسألة بمثل هذه الخطورة وفي هذا الظرف الدقيق، واللي شفنا رئيس الدولة يحمل لواء تجريم التطبيع من خلال الخطب الرسمية أو حتى ما يرتجله في زياراته معناها الميدانية؟ خلينا نبدأ نحط النقاط على الحروف. احنا تونس الدولة الوحيدة اللي كانت من رئيس الدولة الى اقل مواطن كان يعبر على انه معناها يدعم القضية الفلسطينية ورافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني. يعني حتى بدون وجود المشروع على الطاولة راهو تونس دولة ترفض التطبيع من أعلى الهرم إلى أسفل الهرم، عقيدة أصيلة ومترسخة في يعني حتى توس. بدون وجود القانون هذية نحن لسنا مطبعين، ونحن ندعم القضية الفلسطينية بكل ما أتينا بقوة. يبقى القانون هذية هو جي من أجل أنه بعض النواب كيحطوه يقول لك أحنا بما أنه الدستور هو أعلى سلطة قانونية يلزم بعض المشاريع القوانين اللي تجي باش تنظم ما وجد في الدستور، وهذه معناها نوع متاع رؤية عند بعض النواب. أنا نقول أنه الرؤية هذه محترمة، لكن زيدا نحب أنه تكون الرؤية هذه متكاملة مع كافة مؤسسات الدولة، ورئيس الجمهورية اللي عنا ثقة فيه بالحق عنا ثقة فيه أنه كرئيس مجلس أمن قومي يعرف وقتاش وكيفاش أنه العمل هذايا ولا المشروع القانوني هذا يزمو يتعدى، إذا كان يلزم يتعدى وإلا إذا كان يلزمنا نتأنيوا فيه، لأنه هو المسؤول الأول على السياسة الخارجية وعلى الأمن القومي في تونس.
وهذا اللي انا دعيت له معناها خلال الجلسات. الحمد لله يا ربي توا انه الناس الكل فاقت انه يلزم يصير استماعات، وانا متاكده انه بعد الدعوه اليوم النهار الخميس انه الجلسه العامه تتعمل بعد الاستماعات، نتصور انه باش يكون فما تجاوب معناها من السلطه التنفيذيه. دونك الحقيقه انا لقيت برشا لخبطه وناس معناها تشكك في ناس. احنا من اعلى هرم الى اخر الهرم احنا الناس الكل ضد التطبيع مع الكيمس. سامحني سيدة النائبة، سمعت حتى بعض أعضاء مجلس النواب الشعب، بعض النواب تنعطيكم الكلمة خليفة نعرف مزروب ناداو حتى اليوم كغيمو إلى إمكانية سحب الوكالة من رئيس مجلس النواب الشعب نظرا لقرار تأجيل الجلسة. شنو رأيك في هذا؟ أنا الحقيقة ما نشوفش أنه رئيس مجلس النواب الشعب ينجم يتحمل مسؤولية كيف هكا في رفض معناها قانون كيف هكا أو في عدم امتناع على جلسة عامة. أنا نتصور أنه كل شيء بالاستشارة مع باقي السلطة التنفيذية، وأنا نأكد لك أنه البرلمان هذايا راه مختلف على البرلمانات الأخرى الكل. يعني إذا كان فما بعض البرلمانات السابقة في العشرية شفناها فما ناس يقوموا بالحسابات السياسية ويتاجروا بالقضايا الوطنية والقضايا النبيلة، راه البرلمان هذايا يوصل يعمل حتى عركة الرئيس مجلس النواب من أجل المبدأ، وأنا نحترمه فيه هالبرلمان هذية قوة الدفاع على المبادئ متاعه. توا نمشيو للثاني حاجة اللي نحب نأكد قبل ما نحكي على قانون الجمعيات. أكيد بربي أنا من المنبر هذية نحب نطلق معناها دعوة صغيرة للفت نظر كان ألزم. أنتم تعرفوا أنه ملف التسفير هو ملف جريمة في حق الدولة التونسية، وأنه الملف هذا تو في القضاء وفي التحقيقات، وبعد بعض الأشهر باش يتم ختم الأبحاث في ديسمبر هكاك قريب توفى أجل فتح معناها ختم الأبحاث. والقانون هذا يا رب سامحني والملف هذا مازال الجزء الثاني نتاعو ما تمش. شنو الجزء الثاني؟ هما الاستماعات إلى الإرهابيين اللي موجودين في السجون السورية، واحنا نتوقعوا انه كنا نستناو انه فما وفد امني ومعناها قضائي انه باش يتحول للسجون غاديكا باش يتم الاستماعات باش تكمل الجزء الثاني نتاع الملف. هكاكا نقضيو على خطط نتاع الاخوان اللي هما يحبوا يحطوا الملف بلاش الجزء الثاني ما يكمل، وقاعدين معناها يبردوا وينسيوا في الناس في العلاقة. خاطر ان فوا انت طلعت لسوريا وخذيت انت كل الشهادات نتاع ونجموا معناها بعد نستلموا حتى الارهابيين في يتحاكموا هوني في تونس، لكن هذايا ما صارش رغم اللي انه توا فما سفير سوريا سيء وكل شيء. دونك بربي لفت نظر الى وزاره الخارجيه الى رئيس الجمهوريه الى وزاره العدل الى وزاره الداخليه الناس الكل المعنيين بربي راهو ما زدت لنا شويه برك فشويه استعجال في انه الوفد هذايا يتنقل ويسمع الشهادات نتاع الارهابيين. هذا مو ملف عند القضاء ولا؟ اي الملف عند القضاء، الملف الجزء الاول اللي انا قدمته موجود عند القضاء. هل تقدمت سيده فاطمه بطلب للسلطات السوريه اللي في بالنا ان هي قامت بجلسات استماع وتسجيلات الى كل المتهمين وتحتفظ بها كامله ريثما تعود العلاقه بين تونس وقد عادت العلاقه؟ هل تقدمت بمطلب الى البرلمان السوري نظيركم لمساعدتكم في الاتجاهات؟ انا الحقيقه اني نلفت توا النظر معناها ان شاء الله الناس الكل تسمعني انه معناها تقوم السلطه التنفيذيه بالاجراء اللي لازم باش العلاقه هذه اللي رجعت ربط السيله مع الجانب السوري في اطار تحقيقات حول ملف التسفير، لانه المخطط نتاعهم هما يحبوا يتعدى ما غير الجزء الثاني نتاع التحقيقات هكاك يقولوا معناها انه الملف ناقص ولا حاجه كيف هكا. انا هذيك علاش جست نقطه من هوني باش نلفت النظر. اعطينا قانون الجمعيات ولا نرجع للقانون قانون مشروع الجمعيات قانون. المشروع الفلسفه نتاعه وشنو هي المآخذ على القانون القديم وملامحه كيف سيضمن شفافيه التمويل خاصه؟ بالضبط هو تو القانون هذايا القانون الجمعيات يقول في الفصل الاول يضمن هذا القانون حريه وحق تاسيس الجمعيات، يعني احنا اول حاجه قلناها هي الحريه وحق التاسيس هذايا مضمون في القانون. احنا القانون هذايا فقط للتنظيم، يعني احنا نحبوا ننظموا العمل الجمعياتي في تونس مش باش نحدوا من الحقوق ولا من الحريات نتاع الجمعيات. كيفاش عملنا في القانون هذايا؟ فما فصلنا ما بين زوز اطراف ما بين الجمعيات الاجنبيه والجمعيات الوطنيه، عملنا
فصل معناها بيناتهم. الجمعيات الوطنية تقعد بنظام التصريح ونحينا بعض هذيك العد المنفذ وهذاك الدرا شنو هذوكم نحينا بعض الإجراءات اللي هي تعرقل تأسيس الجمعية، والمنظمة والجمعيات الأجنبية حطيناها يلزم منها يلزم ترخيص من وزارة الخارجية. علاش ترخيص؟ احنا رينا أنواع وأشكال متاع جمعيات أجنبية، رينا ما واحد يعطي في دكتوراه شرفيه في دفن الموتى والاخر يعطي في درشنيه، وما نحكي لكش معناها حاجات معناها كل واحد يقول انا منظمه دوليه انا درشنيه كل حاجه معناها دوليه دوليه دوليه، ما عادش نعرفوا شكون الدوليه الاتحاد الدولي والتنظيم الدولي الاتحاد الدولي التنظيم الدولي درشنيه الدولي. قلنا احنا باش هذا الامور تتوضح احنا المنظمات المعترفه بها تونس قانونيا تراسل الوزارة الخارجية اللي هي معناها لو فيزافي معناها مع الخارج، تعرف شنو هي المنظمات الباهية، مش مثلا يونيسيف ولا غيره، تنجم تراسل وزارة الخارجية عادي جدا انه معناها كل شيء يصير فرع مهوني اتسيتيرا. اما كي تبدا المنظمة الدولية للدرشنية ما عادش شنو هي، هذايا تتنحى ما عادش تنجم تاخذ ترخيص وما تنجمش تكون عندها فاعلية في تونس. هكاك نحيو هذم الجمعيات الوهمية اللي تستعملهم الكيان الصهيوني استعملهم ماسونية اللي يستعملوهم برشا حاجات، هذوما كلهم يختفيوا وتولي عنا منظمة بالدولة التونسية. هذيا صنفناهم الزوز هكايا. فما حاجة أخرى في مشروع القانون الجديد، أنه في الفصل 4 يحجر على الجمعية الدعوة إلى العنف والكراهية وغيره وغيره، ممارسة الأعمال التجارية بغرض توزيع الأموال والأرباح على أعضائها، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج للأحزاب أو للقيام بحملات انتخابية لأي مرشح في الانتخابات. هنية نصصنا عليها على خاطر كانت ثغرة في المرسوم 88 وشفنا أنه بعض الجمعيات ولات هي الذراع المالي للأحزاب السياسية، وشفنا برشا أحزاب جمعية غصن الزيتون، جمعية الدرشنية، جمعية الدرشنو إلى آخره. في الفصل الرابع زادة حجرنا منح شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية الحكومية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الوزارة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة عن مجلس أعلى التربية والتعليم أو عن رئيس الحكومة. هذا اللي يقول لك أنا دفن الموتى وشهادة الدكتوراه في دفن الموتى انتهى، إذا اللي يقول لك أنا أخذيت معناها شهادة دكتوراه فخرية من عرش شنية انتهى. لكن مدام فاتمة سؤالي لهنا بالضبط، جمعية القرضاوي زيدا كيف كيف تحظى بحماية الأمن التونسي وموجودة وقاعدة تنشط في شارع خير الدين باشا وفي فرع آخر يظهر لي في صفاقس، وتمنح في الشهادة هذه وتعطي في تكوين وتنتدب في الطلبة في تعليم موازي لوزارة التعليم العالي. خاطر المرسوم 88 ما نصش على التحجير، توا في القانون الجديد باش ينص على التحجير، دونك الجمعية هذه باش تولي أصلا تحت طائلة القانون، معناها ما عادش عندها الحق تنشط بالنوع هذايا. واضح. إذا كان في نفس السياق، لأني أنا عندي موضوع في سياق آخر، أنا بدي في سياق آخر ما يصيرش ناخذ منك الكلمة. سيدة النائبة، قانون تنقيح المرسوم عدد 14 الخاص بالشيكات وتجريم الحياة أو منع تجريم الحياة الاقتصادية، شو اللي صار فيه؟ 411 إيش قلت أنا؟ 414 أكها والله غالب 411 أنا على حد علمي أنه رئيس الجمهورية يستعجل في وزارة العدل اللي هي نورمالمون مسؤولة على هالقانون هذايا التعديل نتاع وزارة، والتو ما جانا لمجلس النواب، لكن فما استماعات صاروا في اللجان، والحقيقة النواب كالعادة يستبقوا في القوانين ويحاولوا أنهم يخدموا ليل ونهار باش كي تجي قانون من النوع هذايا ما يتعطلش بالكل في اللجان. دونك فما ضغوطات كبيرة من الخارج، من خارج قبة المجلس لمنع تعمل أي هذا القانون، لأنه المستفيدين برشا من الطريقه اللي تدار بها المساله بنوك عدو المنفذين و و و و، وبالتالي فهو مصالح قد تضرب اذا ما تم معناها اقرار الفصل هذا. شوف راهو بالنسبه للضغوطات قاعدين تتعرضوا للضغوطات. شوف بالنسبه للضغوطات انا الحقيقه نستبعد ضغوطات، لكن فما نوع متاع ناس اللي هما يبداوا مثلا يقول لك لا ما تعديش، مثلا احنا مستشار الجبائي، فما معناها مقترح قانون قدمه زميلي حول مهنه المستشار الجبائي واللي هو يطرح تنظيم المهنه هذيا.
صارت شويه ضغوطات من المحاميين من غيره من غيره. كيفاش معناها تصور انت مهنه اخرى تحب تتدخل في مهنه معناها فهمت حاجات من النوع هذايا، هذايا مستنسين به النواب هذوما نحسهم معناها الحاجه الباهيه بالحق برغم اختلافي مع بعض والعديد منهم، لكن نحسهم قش عليهم جنود جايين من اجل انه يفتحوا الملفات اللي هما معناها فيهم برشا جدل. انتم على الجهات الضاغطه واللوبيات اليوم زميلك يوسف ترشون رئيس اللجنة رئيس الكتلة السيادية يتحدث يقول في إطار تمرير قانون تجريم التطبيع نتعرض إلى ضغوطات من خارج المجلس، هل يمكن معناها أنكم تنيروا الرأي العام؟ من هي بالضبط. من هي؟ لا لا عنا تحدث عن ضغوطات تمارس فيها بعض الأطراف لمنع تمرير هذا القول، ورينا نورونا قولوا إذا ثم عباد في وسطنا عايشين وهم معنا عندهم. والله أنا الحقيقة ما ريتش الضغوطات اللي يحكي عليهم السيد زميلي، لكن شفت الضغوطات في قانون الجمعيات، كي نشوف أمنيستي انترناسيونال، لي فام ديموكرات، بعض الجمعيات اللي هما أنا يقظ ما نعرفش شنو، أن الجمعيات المرتبطة بالتمويل الأجنبي الكل قاعدة تقوم بالضغط من أجل عدم تمرير هذا القانون. يعني أنا إذا كان فما ضغط حقيقي هو السبالة اللي تتذكر انه التمويل الاجنبي اللي هو مشبوه واللي هو معناها يخرب الديمقراطيه خرب الديمقراطيه وخرب الدوله التونسيه، هذايا السبالة باش تتسكر هي اللي قاعده توا هذوما الناس الكل يعملوا في الضغوطات من اجل عدم تمرير. هناك بدائل على مستوى التمويل للعمل بالضبط الجمعيات بالضبط هو في المشروع وزاد العمل الجمعيات يقتضي اموال يقتضي بالضبط بالضبط. به شوف بالنسبه للبدائل احنا خلقنا نوع نتاع انه الجمعيات تنجم اصلا حتى تاسس شركات اذا كان هي تنجم معناها كيما تشوف انت جمعيات رياضيه تنجم تولي شركه. ولا حد سقف التمويل زاد السيد النائب وفما تمويل عمومي زاد وفما معناها تمويل عمومي وفما زاد هي القدره على انه تعمل تظاهرات وغيره، هذا الكل موجود في المشروع القانون. الحاجه نقول انه المشروع هذايا مش نستمعوا ان شاء الله معناتها العديد من الاراء، اذا كان فما تفاصيل صغيره يتبدلوا ولا يتنقحوا كل شيء، المهم بالنسبه لنا الحاجه الوحيده اللي ما تتبدلش هي انه التمويل الاجنبي هذايا ما عادش مسموح ليه باش يدخل خرار مرار لتونس بدون اي مراقبه، يعني الناس اللي ينجمش يتعمل لانفون تستقبل الدولة التمويل هذا وهي اللي ربما تولي توزيعه على الجمعيات. بالضبط هو في القانون هذايا باش نقول لك فما حاجة باهية انه يأسس للشفافية ترانسبارونس. دايوغ احنا قلنا انه تلتزم الإدارة المعنية بالعلاقة بالجمعيات برئاسة الحكومة بإنشاء منصة رقمية لتنظيم الجمعيات والمنظمات الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون تحتوي وجوبا على قاعدة بياناتها وأنشطتها وبرامجها في تونس ومصادر تمويلها. يعني أنت تدخل للسيت تلقى كل شيء قدامك، تعرف شكون ومنين والتمويل منين اتسيتيرا والأنشطة. كيما زاد عملنا معناها تنشئ رئاسة الحكومة صندوقا مهمته دعم العمل الجمعياتي والتطوعي، يعني حتى الجمعيات اللي تخالف القانون ولا اللي هي تنجم تخالف يتم معناها تصير معناها عقوبة مالية والعقوبة المالية هذه تمشي في دعم الصندوق هذايا. سيد النائب أنا الحقيقة نحييك ونحيي زملائك على نيتكم الصادقة في القيام بثورة تشريعية في تونس، ولكن أتأسف في نفس الوقت أنه هذه النية لم تتحول بعد إلى خطوات عملية، لأنه تعرف سيد النائب أنت اليوم التوانسة يعيشوا في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ويعيشوا معناتها مشاكل كبيرة في كل مظاهر الحياة اليومية متاحهم، والناس اليوم تستنى راهو في ثورة تشريعية تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالأساس، كيف نحكيه على مجلة الصرف ونحكيه على مجلة الاستثمار ونحكيه على ضرب منظومة الريع منظومة الرخص والتراخيص معناتها هذه اللي حطمت آمال الشباب التونسي وضيقت عليه برشا في أنه يحقق أحلامه ويحقق طموحاته وغيرها بطبيعة الحال من التنقيحات ومشاريع القوانين اللي تمس الجوانب اللي ذكرتها، لكن إن شاء الله ربي سهل معناتها في المستقبل. لكن لليوم سيدة النائبة لأنه ما جاتكمش مبادرات من الوظيفة التنفيذية ومن الوزارات اليوم ما قمتوش بهذه الثورة التشريعية، وتقريبا اليوم ما قمتوا إلا بمبادرة واحدة استعجلتم فيها النظر وهي مشروع تجريم قانون وهي مشروع قانون تجريم التطبيع، ولا أعتقد أنه فما زوز عقلين اليوم في تونس ينجم يكونوا ضد
تجريم الاعتراف بالكيان الصهيوني وتجريم كل أشكال التعامل معه، لكن ما طلبناه فقط أنه يكون بعد التشاور وبعد التنسيق مع مختلف الجهات ومع مختلف المصالح، ويكون فما شوية حكمة وشوية رسالة وشوية عقلانية، لأنه كما تعلمين جيدا سيد النائب، وأنا قلتها معناتها قبل ما تجي أنت، قلت أخشى ما أخشاه أن يسير هذا البرلمان على خطى برلمان رشد الغنوشي. باش نقول لك علاش، باش نقول لك علاش. اليوم أنتم مطرحتوا كان مشروع قانون تجريم التطبيع، أنت تعرف اللي من بين أسباب الصراع والمواجهة بين قرطاج وبين البرلمان المنحل كانت محاولة راشد الغنوشي ومحاولة البرلمان المنحل السطو على صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا، وهي السياسة الخارجية. اليوم تقريبا التاريخ يعيد نفسه سيد النائب، اليوم جاء البرلمان دون معناتها تعميق النقاش، دون الاستفاضة في النقاش، دون تشريك الوظيفة التنفيذية، دون تشريك الجهات المختصة والجهات المعنية، لأنه معناتها قانون بهذه الخطورة وبهذه الأهمية وبهذه الدقة في الظرف خاصة نعيشه هذا، يلزم يكون فما معناتها حد أدنى من التنسيق والتشاور. اليوم وحدكم لا تحبوا، كأنه أنا حسيت أو على الأقل خلينا نقول عدد كبير من النواب يحبوا يمشيوا معناتها في سياسة المرور بقوة. رياض انتهى الوقت، فضل. السياسة الخارجية حصرا من صلاحية السيد رئيس الجمهورية، وهل فما موقف ينجم يكون أو أقوى من موقف السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية؟ وحاجة أخرى سيد النائب ونختم، يلا يلا لا لحظة خاطر والله حتى هي مسكينة سيد النائب كي تحكي، راهو ما يلزمش اليوم النواب يخافوا، راهو انا نسمع اليوم في عدد من النواب ما عاودناش بها تخاف، لا بالمنطق الايجابي مانيش نقصد معناتها انه نطيح من قيمتها ونقزمها، لا بالعكس هي تعرفني نحترمها برشا، يا ما حسيت اللي فما عدد من النواب يهرسلوا في زملائهم اللي يقول لا يا جماعه ننسقوا ونهداوا بشويه وبالتشاور وبالتنسيق، طابور التطبيع تتبع هذاك اللي يوصل تبيعهم الجرأة، الجرأة باش ما نقولش كلمة أخرى، باش يزيدوا على رئيس مجلس النواب اللي هو الرجل المناضل والرجل القانون وقومي، قومي ومتشبع أصلا بالفكر القومي وبمناصرة هذه القضايا القومية. أول حاجة أنا نقول لك أنه زملاء النواب الكلهم لا شك ولا اختلاف في الموقف الداعم لرئيس الجمهورية، بل بالعكس هما شافوا أنه رئيس الجمهورية أعطى الضوء الأخضر للمشروع هذايا. بالنسبة للزملاء النواب اللي يخونوا بعض الزملاء راهو عادي جدا، وقت احنا نشوفوا أنه قضية فلسطينية فما ناس تدعو إلى طرد السفراء، فما ناس تدعو إلى الجهاد، فما ناس تدعو إلى كذا، فبالنشوة الثورية هذيك فما بعض النواب اللي هما مش مستنسين بالسياسة وأول مرة يدخلوا برلمان ما يعرفوش أنه الدولة عندها نواميسها، فإنه هكا شوية هرج ومرج، لكن في الأخر هو الهدف متاعه شنو؟ أنه القانون هذية يمشي في نفس السياق مع رئيس الجمهورية بما يحفظ مصالح تونس، بما يحفظ مصالح تونس. الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا فرحانة أنه النواب يلوجوا أنه مشاريع قوانين تتعمل الوقت كانت تقبل تتحط في الرفوف، وأنا عندي ثقة أنه سيد رئيس الجمهورية يعرف أنه هذا البرلمان هو برلمان 25 جويلية مش يمشي ديما في نفس الاتجاه متاع السياسة اللي ننتظرها. حاجة برك باش نقولها لك، احنا راهو البرلمان هذية فما برشا ضغط عليه، يعني محاولة تشويه من جماعة، نقول لكم شكونهم من جماعة، جماعة تضم الخلاص والخلاص ولا ما نعرفش عليهم نسيتهم انا شكونهم، وزيلتي ولا نسيت انا ولا الاخوان ولا البقايا اللي هما معناتها نتاع المافيا الفساد ولا غيره، يحبوا يشوهوا صورة البرلمان ويدخلوا الشك ما بين رئيس الجمهورية والبرلمان على خاطر هما قلب مجحم كيفاش البرلمان نتاع الغنوش يتحل ويحبوا يحلوا. هذاك علاش ما يلزمش البرلمان يمنحهم الفرصة سيد النائب، وما يلزمش النواب يسقطوا في المزايدات. لا البرلمان الخبيثة اللي راهي تضر أكثر من تنفع. كيف يحكيوا على طرد السفراء هل هذا عادي؟ لا لا مش البرلمان يحكي على طرد السفراء، يحكي المواطنين. المواطنين معناتها تتصور أنت فما مواطنين يدعوا لطرد السفراء، فما مواطنين يدعوا إلى الجهاد، فما كيف تجي من المواطنين عادي معناتها الشارع ديما. شكرا لكم، يلا خليوها تختم، نحب نختم. راهو البرلمان هذايا والله يسخف.
على خاطر معناها البرلمان هذايا الناس اللي داخله في وسطه أغلبهم ما عندهمش تكوين سياسي وما فماش تكوين سياسي للنواب هذوما. دونك تحب منحب مليون سيد النائب كيفاش يسخر؟ لا ما فماش منحب مليون. المشكل مدام إذا هما ما عندهمش تكوين سياسي فماش منحب مليون. أعطيني الجواب. والله بالعكس كيفاش يسخر سيد النائب؟ عندهم النوايا الطيبة هذه متأكدين منه. كان البرلمان يسخر مال الشعب الكريم سيد النائب. ما عندهمش الضربة السياسية ومعرفة بدواخل الدولة. دواخل الدولة ما يعرفوش بالممارسة وبالتالي اتخاذ قرار بمثل هذه الخطورة مفروض هذا يرجع رئيس دولة ومجلس الأمن القومي اللي عنده ويعرفوا ما لا يعرفه النواب رغم حسن النية بتاعهم. النائب لا يساير مهجة الجمهور. النائب ومجلس خليني الوقت يفضلكم مفروض هو القبة اللي توجد فيها العقل البارد نتاع السياسي لانه شي يقول لك فو با كونفوندر لا فيريتي افيك لوبينيون بوبليك. يلا 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 لطفي وفي الوقت لا فيريتي افيك لوبينيون بوبليك. لا فيريتي شيء والراي العام المهجة المزاج راهو متقلب اليوم يرتفع غدوه ما تعرفش. شكرا لك لطفي. يلا يلا سيدة نعاود نقول انه راهو احنا في نفس التمشي مع المسار اللي اعلن عليه رئيس الجمهوريه، يعني مانيش مختلفين. يبقى انه علاش قلت انا بعض الحاجات اللي هي زي تكوين سياسي وغيره هذا يصير بالممارسه. ريت انه الناس اللي تمشي تدعو الى انه القانون هذايا نستعجلوا فيه النظر وبعد يكتشفوا انه يلزم معناها استماعات وكل شيء، هذايا راهو عادي جدا لانه النواب هذوما تم انتخابهم من الشعب، انتخبوهم ما همش سياسيين، يعني شو جابهم من الابتداء؟ يلا يلا ما همش سياسيين. خليفه خليفه خليها توصل لانه بالحق انتهى الوقت. هذوما نواب جاوا لانه الشعب فقد الثقه في السياسيين، جاوا نواب اللي هما يعبروا على غضب الشعب، يعبروا على رؤيه الشعب، اما توا وقتهم يمارسوا في الدولة فما حاجات قاعدين يكتشفوا فيها وقاعدين يتمارسوا عليها وانا نحييهم على الإرادة متاعهم. الحاجة حكيت المليون هذيك حكيت المليون. أنا نتحداك مع زميلي ولا صديقي في رياض أنه كنت بستحبيب أنه تشوف أنه القانون الميزانية متاع 2023 وقانون الميزانية متاع 2024 اللي هو اللي نص على ميزانية المجلس أنه فيها تغيير، ما فيها حتى شيء تغيير، لا فما مليون ولا فما حتى شيء. ما حدث يا زميلي يا صديقي أنه نواب مسار 25 جويليا كي جاوا وطلعوا المجلس النواب يلقاو رواحهم صحيح انه عندهم منحه ومعروف المنحه نتاعنا اللي هي 3 ملايين و300 به، والمنحه هذه كانت معناتها بعض الحاجات اللي هما معناتها موجودين قبل في المجلس النيابي القديم انه يعطيوا للنائب كي يدخل يعطيوه اورديناتور ولا يعطيوه تليفون بالشويه بالكونفونسيون، وعنده هذيك الكارت نتاع التنقل في التران بلاش ولا في الطياره بلاش كانوا يسكن في مدنين ولا في كذا، وعنده اسيستون بارلمونتير يعاونوا باش يقص الفيديو باش يكتب مراسله اتسيتيرا. هذوما الكل تنحوا، حسوا رواحهم النواب قش عليهم قاعدين يتعاقبوا على خاطرهم هما يدعموا في مسار 25 جويليا. فالحكايه هذه اش قالوا؟ قالوا بما انه فما فائض صغير في الميزانيه هذا الثلاثة شهور نتاع اكتوبر نوفمبر ديسمبر الفائض هذايا نعطيو مليون لي. نص مليار تقريبا. لا 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 مليون كيفاش على عدد النواب 3 ملايين نضربوهم في عدد النواب تقريبا نص مليار. لا يا رياض اسمعني انه ما زدنا حتى فرنك، الميزانيه هي بيد عودنا قسمناها كيما مال عام سيد النائب. اي مال عام اي مال عام اي مال عام كان قبل مال عام ماشي للاسيستون بارلمونتير الاورديناتور الكذا. كيف ترشحت وما تعرفوش الشيء هذا تنحى؟ شكرا لكم. ما نعرفوش الشيء هذا تنحى، اكتشفنا انه احنا ما عندنا حتى مساعدين، لقينا رواحنا امام امر مقضي. دونك اش في عوض انت باش شهريه كامله تمشي في اورديناتور؟ عملوا هذيك ثلاثة شهور فقط مش خمسة سنين، ثلاثة شهور فقط باش يصرحوا شوية النواب. واضح. هذه حاجة، لا بربي نحب نقول. يلا نخدموا نخدموا. لا بربي نحب نقول. أنا فاطمة لا لا مش مالنا. يلا يلا يلا. أنا راني مع سياسة التقشف. أي. إذا كان مش نمشيو في سياسة التقشف، أي. أنا نعطيكم مثال أنه مدير جهوي في سكة حديدية اللي هي أضعف شركة في تونس يتمتع ب 350 لتر في الشهر.
بنزين يعني ما قبل 78 دينار بنزين بخلاف السيارة الوظيفية. يعني أنت لو كان نحن نحيو هالسيارات الوظيفية وهالبنزين هذايا ونعطيه منحة بمليون للناس الكل نطلعوا في سياسة التقشف، لأنه احنا هكايا قاعدين نضيعوا برشا فلوس في الدولة وما تعرفش الكهرباء نتاع الوزير تجي عند بنته ولا تجي عند خالته ولا هو. شكرا المسؤولين كل تعكعك هي كان الشعب بقى لا حول ولا قوة والله العظيم. شكرا فاطمة المسدي على حضورك معنا. أنا خرجنا على السكة والله كله خرج على السكة. به الرئيس مستعجل الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أن النخب الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية وراء مذبحة الفلسطينيين وأحداث الشرق الأوسط هذا الكل باش نرجعوا له غدوة باش نفهموا ماذا وراء هذا الموقف. شكرا لطفي خليفة رياض يعطيكم الصحة أنتم على حسن المتابعة. تلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت على قناة 9. صباح الخير الناس الكل.